مائدة الإفطار يجمعنا الخير بأخيار، نور يتجلى وحياة تسمو في فلك الأنوار. نتجاذب أطراف الذكرى ونحلق مثل الأطيار، ما أجمل أن نشرق آمالا ويطيب حديث الأسمار. خلص السنابة يا أحمد. أنا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى فقرتكم إفطاركم معنا، وضيفنا بدأ يصور من قبل لا نبدأ على الهواء. حياك الله أبو عبد الرحمن. الله يحييك حبيب عمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنتم يا عسكر الرياحين وزهر البساتين، صبح الأمة المسفر ودوحها المثمر، في لقاء جديد من إفطاركم معنا. اليوم فيها مانجا يا حبيبنا. ضيفنا غالي علينا، جاءنا من البحرين الإعلامي أحمد سعودي. أهلا وسهلا. حياك الله أخوي ناصر، رحب فيك وأشكركم صراحة. مش أحس أني طالعكم كذي يا حبيبي. أهلا بأبي الجود. الله يسعدك، أشكركم أولا على هذا الاستضافة الطيبة. الله ما قصرتوا، يشهد الله سبحانه وتعالى أن يعني أنتم الآن تشعللون ذكريات وماضي جميل جدا. وش يقول هذا الماضي؟ يقول هالماضي أن في يوم من الأيام، نعم، ختم أخي العود اسمه عماد، ختم القرآن الكريم. نعم. أول ما ختم كنا نبي شيء اسمه تلفزيون أو دش. لسه ما عندكم؟ عندنا بس بو أريال. عبارها صفة ما صفة. النظام القبل يطلع السطح الواحد يطلع ويرجع من جديد. أو أحيانا تلاقي يود الأريال كذي ويودته لا يكون صفة التلفزيون، فنقول له لا لحين ما صفة وثابت. فاقترح اللي هو رئيس المركز اللي هو الشيخ يوسف بن عبد الرحمن فقيه، ومسي عليه بالخير، لأنه هو كان سبب بعد الله سبحانه وتعالى في التحاق أبوي أصلا في المركز. نعم. ثم التحاقنا إحنا. فقال أنا بعطيك هدية اللي هو تلفزيون، والتلفزيون إلى الآن ما بطلوا لحين تلفزيون الشاشة نفسها. نعم. لكن الدش بعد الدش لا تبطل. فسافر الشيخ من البحرين للرياض وشرى الدش اللي هو الاشتراك مال قناة المجد. ريسيفر المجد. ريسيفر المجد. إذا أول قناة فضائية دخلت بيتكم هي المجد. صافية. يعني قبل كنا يعني من أول كان الأريال ثم تطور إلى أنجات المجد. كان هو دش التطور هو المجد. من أريال إلى فيري. يلا تفضل. ها؟ لا لا ما عليك، لا ما كأنك سمعت. هذه على قولتهم في البرنامج عندنا خصم. إنزين. فشرينا أو يابو وتمينا فيه اللي أتذكر كان 8 قنوات الوثائقية كانت حتى. نعم. الحين صار 13. 13 قناة. أنا أريد أن أخذ منك تصريحا، أول قناة بعد الأريال دخلت البيت هي المجد. نعم. قولها كذا. إن أول قناة دخلت إلى منزلنا كانت هي قناة المجد الفضائية. الله يسعدك. فلكم منا جزيل الشكر والتقدير. وإحنا لنا لك منا جزيل المحبة والوفاء. خافنا في سالفة التلميذ من ساعة. أبو الجود إحنا وشي سعيدين بك جدا. الله يسعدك. خلنا نسألك عن أحوالكم وعن البلد الطيب اللي جيت منها اللي هي البحرين، كيف أحوال أهل البحرين وخاصة في شهر رمضان المبارك؟ أولا طيب أنت وجميع من موجود هنا. الله يسعدك يا رب. أول شيء أبشركم الحمد لله، يعني أجواء رمضان دائما أجواء يعني يعم فيها الروحانيات الإيمانيات. صحيح. الناس في طمأنينة في سعادة، تلاقي قبل ما نفطر كل واحد يطق الباب، هذه يودي ماشلة البيت، هذه يودي نقصة من هنا، يعني في تعاون، في يعني في روح، في روح جميلة جدا. فأبد أنا جاي من البحرين أوصل لكم سلام أهل البحرين. ونعم. وأبديت من هناك الأهلي وإخواني هني الثاني. أكيد. ما في شك. وأنا كنت هني على قولتهم 3 أشهر عشت بينكم. نعم. يعني متواصلة. فأبد رايح من هالي وياي حق هالي. أكبر دليل أني أحب البحرين ورنا كفر الجوال حقك. وين المسباح شكلي ناصر. أرفع الجوال شوف كيف أحمر. الله علم البحرين على طول. تدري يا حبيبي أحمد العسل أنواع، وانت اجود انواع العسل. سمعتها قبل هذا عبد الرحمن. لا نجد لك واحده لسه حاجه احبك مليون فاصل 16. لا هو فاصل 17. الورد انواع. نعم. في كادي في فل في كذا في انت جمعت الفلل كلها في سكنات. انت قلت الثلاث اشهر هذه اللي كانت في بدود في بدايه بدود، واحنا نشكر بدايه اللي دائما تعرفنا على امثالك من الطيبين. الله يسعدك. الله يسعدك. نشاتك مع القران. اولا خلينا نشوف مخرجنا جاهز المقطع. جهز لنا المقطع حبيبي. قبل ما يجهز المقطع اعطينا يونس ويلس. شيخ يونس ويلس. القارئ يونس ويلس. انت عندكم نظام تعطون صدى ولا؟ اي كل شيء يجيك. حتى من قبل تتكلم. الو. الو. اي واضح صدى عندنا في البيس واضح. استعين بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الله يفتح عليك ويجزاك خير. والله حلقت بنا. الله يبارك فيك. كنت ألقا جميلا. الله يسلمك. هذه القراءة لن ند ندها ولا الورد مثلها. الله. طبعا أحمد سعود نشأ في بيئة قرآنية كبيرة جدا، وفضل حلقات تحفيظ القرآن الكريم عليه فضل كبير على حسب كلام أحمد. واستمعنا إلى هذه التلاوة العطرة، ودعونا مشاهدي الكرام معا نستمع لتلاوة قديمة يوم أن كان بطلنا وضيفنا صغيرا. دعونا نستمع لهذه التلاوة. تزود واسأل المولى بأن يجزيك إحسانا. تزود خير ما يجنى فشهر الخير قد حان. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. تزود خير أيام فما أحلى الضياء فيها. تزود وارتجي خيرا إذا جنت لياليها. إذا جنت لياليها. ما شاء الله تبارك الله، يعني الجمال جمال صغيرا وكبيرا. الله يسعدك. الحمد لله رب. هذه كما قال عنها لبيب: رزقت مرابيع النجوم وصابها، ودق الرواعد جودها فرهامها. من كل داجية وغاد مجن فعلى فروع الأيهقان، وأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها. ما شاء الله عليك. هي سحر مو بش اسمه. صح لسانك. الله يسعدك. أسعدتنا. وش هذا السر ما شاء الله في جمالك الروحي وجمالك في القراءة منذ الصغر؟ أولا منور. منور. شوف، أنا قلت مرة في خاطرة كان سريعة في السناب أن أنت من تزرع الأنا في نفسك. الله. الأنا هي تجلب لك كل شيء. بتقول أنا فرحان بلا شعور، يبت حق نفسك ابتسامة. أنا مبتسم، أكاد مبتسم قدامك. لكن تقول أنا حزين، كآبة، تقعد قدام المنظرة توقف تقول أنا إيش فيني مكشر اليوم، أنا حزين، أنا تعبان. كلماتك تنعكس عليك. هي تجذب لك الأشياء السلبية حق روحك، لكن أنت إيجابي، بتكون إيجابي. نعم. بتقول لا أنا فرحان، أنا الحمد لله مختني. بإذن الله. نعم. أسعد واحد في الحياة موجود، لأن لما تشوف مصايب غيرك تهون عليك مصايبك. صحيح. فهذه سرنا وشغلة، يعني الحمد لله
الوالدة لها أثر من الصغر أو الوالد في التحفيظ والقرآن؟ ما يحتاج. يعني أنا أول شيء أمسي عليهم بالخير، مسي. أقول لهم هم أفطروا في البحرين؟ شوف لا أي والله أفطروا، حظكم يا أهل البحريني كلهم أفطروا البحر. تلقاهم الحين صلوا وخلصوا وصلاة المغرب. أقول لهم بالعافية أول شيء. طبعا أنا ما تفطر وياهم صراحة، يعني أنا صار الآن 4 سنوات ما تفطر وياهم، يمكن مرة تفطرت لان دائما اطلع من البيت اروح عندنا افطار صام في المسجد عندي. فانظم الافطار وانت يعني امام مسجد يا احمد؟ اي نعم ما شاء الله. نعم. وافطار الصائم تكون يعني مشارك فيه في تجهيز هذا الافطار؟ مشرف عليه يعني، كانت من احد المتبرعين يعني، وكان داخل المسجد سابقا. الحمد لله قدرنا نسوي في ساحه المسجد، هي ساحه حديقه تقريبا، ما شاء الله. سوينا فيها خيمه مكيفه وكذي. يعني انت تصلي بهم التراويح كذلك؟ انا امام مسجد رسمي. امام المسجد ما شاء الله. نعم. يعني وخطيب؟ لا لا استوى خطيب وما نبيها صراحة. الله ينفع ان شاء الله قريبا. قلت لي أثر الوالد والوالدة؟ أثر الوالد والوالدة يعني شو أقول لك، لولا الله سبحانه وتعالى ثم الوالدين ثم كان سبب يعني. نعم. ما شفتني قاعد وياك الحين. الله يحفظك. يمكن تشوفني في قاعد في الحرس، قاعد حارس، لاعب، أيا كان يعني، ما بتشوفني في هالمجال. إيش كانت الكلمات بالفرنسية يقولون لموكلي؟ لموكلي يعني الكلمات المفتاحية. إيش الكلمات اللي كنت إذا تسمعها هي التي صنعت منك هذا؟ يعني الإمام أيه. الذهبي نعم. قال له أحدهم خطك إيش بخط المحدثين، وصار محدث بعد الأذان نتفاهم. طيب يلا نرجع. صد نهجم يعني؟ بسم الله خلاص على طول. أذن؟ إيه أذن خلاص. ما أدري والله. بسم بالله يا ضيفنا أحمد سعود. الله يسعدك. وبالعافية. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. نين نين ما تافش تشيكن بيف أرجعنا أبو عبد الرحمن. الدعاء الآن؟ دعاء الأذان؟ انتهى الأذان؟ خلاص لسه في ريكورد حق ني تشيكن نيفش. اشرب العصير الكوكتيل الجميل يا أبي الهمبا يا أخي من ساعة قاعد اسمع. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله،
وين رايح احمد؟ بجيب الهمبرغ عشوي. ما شاء الله الواقعيه اسمها الهمبرغ؟ همبرغ. احنا نعرفها مانجا. خلي ازيدك واحده ثانيه يا شيخ. انا باخذهم اصلا اوريدي. والله تستاهل. وش نوعها هذه يا احمد؟ نوع المانجا الثاني بس في خيوط يكون في جد؟ نوع ثاني. وش احسن نوع عندك اللي ترى منه؟ هذه احلى مانجا. كيف نعرف انه المانجا ما فيها خيوط؟ لا تبين من التجربه يعني. ما في مشكله شيخ يعني اعطيتني واحده. لا اقصد بالسهوله شيخ يعني على قد عقلي كيف اعرف انه اول شيء تقول لي شيخ؟ انا مو بشيخ يا اخي. استاذي الكبير الشيخ ابوك انت ولده. الله اكبر يا الله يسلمك. لا جد كيف نعرف انه فيها خيوط مع التجربه؟ لا يعني من التجربه لان هذه نوع احسن نوع في النوع اليمني الهندي الصغير هذه زين. احمد ترى هو يبغاك تمدح المانجا حقه من اليوم ترى. فهو يقول كيف نعرف هو الاجن؟ انا واصل رساله باكستاني واحسن نوع. خلاص راح يقطع حالك. خلاص مره ثانيه لعجب منك ابو عبد الرحمن. خلينا نرجع لك. نرجع لاحمد. احنا على هذا على طلب تليفوناتك. الله يهينك. تسلم لي. كيف جات هناك؟ انا اخذتها صراحه. والله انك تستاهل. الله يسلمك. ارجع لاحمد عن موضوع قبل شيء. شوف يسولف مع العمال ما شاء الله تبارك الله بالاردو. اي وعنده بعض الكلمات ويسولف معهم حتى يضحكون يقولون كيف انت عرفت؟ وش قصه معرفتك الاردو؟ الاردو اول شيء يعني احيانا الحياه كذي يعني. شكل هذا رساله من الوالده. لا والله هاي اخوي عبد الله خالد القلاف يقول لي. وش يقول؟ يقول بالتوفيق اخوي احمد تستاهل كل خير. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يبارك فيك. خذ راحتك تامه يا احمد. والله اذا اخذت راحتي والله شو تسحبون علي. ايش كان السؤال؟ السؤال الاردو. اي الاردو. في البحرين يعني معروفه منذ السابق ان القدم ان كانت فيها وتعتبر معبر للتجاره. خصوصا في التجاره في السفن من الهند. سابقا الهند مشهوره وايضا الان مشهوره بتجاره البهارات. فيمرون في البحرين وايضا توجد يعني نسبه ليست بسهله يعني الاخوان الهنود ولا يعني الوافدين من برا. فتحكى مع هذه انجليزي مع هذه هندي مع هذه يعني ما شاء الله طلعت معك فماشي الحياه. جميل. احنا دائما اذا جت كذا اكل انا اخلي عمر يسال سؤال طويل عشان تفرغ انا وانت ناكل. اي والله تسوي. وش الشيء اللي لازم تحبه يكون موجود على الافطار عشان نوفره لك شيخ؟ سمبوسه شيخ. سمبوسه عنده. الرز موجود. ما في مشكله شيخ. تشرفنا بمعرفتك شيخ. والله شكلك راح تجيب شيء حتى في العالم ما هو موجود. ما يعني كل شيء اكله. موعد الجنه ابشر. ايش دخل؟ يعني معناه يعني معناه انه شيء راح تقوله صعب. لا والله يعني اكل اي شيء يعني. صحة وعافية الله يسعدك. ما شاء الله على صوتك الجميل. نريد نسمع منك محمد ايوب. انت ما خليتني اكل الحين؟ ما في مشكلة. كلت تمرة بس. زيد واحدة. بعد الهواء بعد الهواء ان شاء الله بشيء بالخير. شوف كل هذه باذن الله حلالك. زين انا نختمها في التلاوة ايش رايك؟ نختم اللقاء في التلاوة. اصلا لم يبقى الكثير. تقرا؟ والله كم باقي؟ أقل من دقيقتين. مصدقك أنت؟ إيه والله. نعم. لا. لأنك جميل مضى الوقت معك جميلة. لا يعني إحنا بش اسمه؟ لا والله لا ما يصير. عندك حاجة معينة ودك؟ إيه والله أبي يعني أبي نستغل هالمنبر هذه. أول شيء بوصل رسالة. تفضل قول. إذا تسمحوا لي يعني. خذ راحتك. الحمد لله يعني بعد مشاركتنا في قناة بودبود على قولتك. بودبود نعم. أنا البداية. إي نعم قناة جميلة. صراحة كان لها فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى وأي قناة كنت فيها مشترك سابقا لها فضل ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله أحسن. فهذه لها فضل علي يعني على قولتهم وصلتنا إلى كل بيت. قناة بداية تصل إلى كل بيت سعودي كذلك قناة المجد. أنت والآن حتى قناة المجد تصل مو بس إلى بيت سعودي بحريني وإماراتي وكويتي وعالمية ما شاء الله موجهة للعالم الإسلامي نعم. بشكل كامل والدليل احنا كنا فيها من احنا صغار متابعينها. فأنا الآن صرت في مجال على قولتهم الشهرة. نعم. هذه الشهرة نعمة. وجميع أتكلم لي ولإخواني جميعا عبد الرحمن الشباب الشهرة نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف تؤدي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى في هذه نعم مستثمرها. كيف تستثمرها؟ بأنك تستغلها في الشيء الصح. صح. تأخذ الرسالة توصلها بشكل سليم. تحاسب نفسك على كل كلمة تقولها لأن يتابعك الصغير والكبير. قد تكون كلمة تقولها لا تلقي لها بالا يتعلمها منك واحد صغير. أنا أتكلم عن كلمة سيئة أو حتى كلمة حسنة لا يلقي لها بالا. إيش كنت تسوي له في الحركة؟ كنت في حركة أسوي له؟ لا والله المخرج قلت له زيدني وقت عشانك. الله يسعدك. تكفى يا مخرج أرجوك يعني أنا. إي والله. إنزين. ف أنا أقول استغلوا هذه النعمة سبحان اللي أنعم الله عليكم بها
بما يرضي الله بالخير، وأي شيء لا تفوتونه لا تأجلونه، لأن هذه النعمة ترى بنمر فيها مرحلة وبتنقضي. أنا يوم أسمع صوتي وأنا صغير قد تأكلني شوي بعض الحسرة شوي صراحة، لأن هذه كانت يعني جمالية في الصوت أنعم الله بها علي. الآن أتمنى أنها ترجع صراحة، وسترجع بإذن الله. لا عاد برجع صغير لا يرجع الصوت جميل. أنا أطلبك طلب سن، احنا تقريبا الوقت انتهى وكاد ينتهي، لازم توعدنا المره القادمه تجينا المجد في لقاء اطول او برنامج اطول. اتشرف صراحه، سواء من البحرين او من هنا، واحد صار يقرر الحين. اتشرف باذن الله، بإذن لازم نسعد في لقاءات قادمه. كنت جميلا متالقا حبيبي احمد سعود الاعلامي البحريني الجميل، ابو الجود وابو الروعات والبهاء. الله يبارك، الله يسعدك. شكرا لك عمر. العفو ابو عبد الرحمن، والشكر موصول كذلك لمشاهدينا الكرام، وان شاء الله بنكون معاكم باذن الله غدا مع أحد الضيوف اللي راح يعجبونكم بإذن الله تعالى عند السادسة والنصف. إذن وتكون هذه اللقاء إلى هنا قد انتهى معكم، كنا معكم في إفطاركم معنا، لم يبقى على رمضان إلا يوم أو يومان، نستثمره في الخير في الدعاء في صلة الرحم، وأن نكون جميعا يدا واحدة ندعو لأنفسنا لأوطاننا لأوطان المسلمين بالخير والبركات. لا تنسوا أنفسكم، واعلموا أنه ما دامت الروح في الجسد فإنه لم يفت شيء أبدا، وليس هناك شيء اسمه فاتك القطار، سيأتي هناك قطار أجمل وأغلى وأبهى أطيب المنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صور أحمد خلاص. على مائدة الإفطار يجمعنا الخير بأخيار، نور يتجلى وحياة تسمو في فلك الأنوار، نتجاذب أطراف الذكرى ونحلق مثل الأطيار، ما أجمل أن نشرق آمالا ويطيب حديث الأسمار، نتجاذب أطراف الذكرى ونحلق مثل الأطيار، ما أجمل أن نشرق آمالا ويطيب حديث الأسمار. إن كانت تجمعنا الذكرى.